مراقبه في القاعه دي، والقاعه دي كانت على اخرها. ايه يا استاذ هاني؟ وانا مش عايز منع، انا ضد كلمه منع. فقال لك لا، في حاجات اللي مش متعلم اللي يستوفوا الشروط وبنتكلم وكده. فجاه فوجئت بوابل من واحد اسمه، والله ما فاكر اسمه ايه، طلع شتمني وراه ده، طلع شتمني هوب حمو بيكا، طلع شتمني، طلع انا اصل انا مش هتشتم واسكت، هشتمكم كمان عادي يعني، يلا نعمل خناقه. ما هو انت كمان ما انتش فاهم ان انا راجل جايبك علشان انت ما تمنعش، ونحاول نقنن الحكايه. صح، نحاول نشوف لها حل. واحد اسمه شكل، في حد يغني اسمه شكل؟ طب وده كلام؟ هل طب انت كده بتسمعش مهرجانات؟ انت حضرتك بتسمع مهرجانات؟ بسمع مهرجانات والله بجد؟ انا غلطان طبعا. تامر، اصل انت ما تقنعنيش، انت بتروحش فرح ما بيبقاش فيه اغنيه مهرجانات، ما بتروح، ما بتخرجش خروجه مع صحابك. فرض عليا. طيب ما ده اللي بقوله لك. هو احنا بنسمعه يعني، رضيت ام لم ترضى، انت بتسمعه وهو لون موجود، انت بقى ما بتحبوش. من حق احبه ومن حق طبعا أكره، من حقك. انا بكرهه وما بحبوش. ما تسمع مين؟ طيب انت بتحب مين غير عمرو دياب؟ طبعا عمرو دياب. اسمع فؤاد، شوفي انا فيره اهو ازاي. احب شيرين، احب رامي صبري بحبه جدا، تامر حسني، حماقي، الاستاذ هاني شاكر، الكينج، عبد الحليم بقى، وفريد، وانا احب فريد قوي خلي بالك، واحب ام كلثوم قديمه انا شويه، محمد فوزي، بعشق شاديه يعني. سمعت ويجز؟ ما عرفتش اسمعه. ليه؟ ما عرفتش اسمعه يعني. مراتي حاولت تعمل فيا كده بس انا ما عرفتش. يعني الحكايه مش جايه في ودني. بنتي بتسمعه، مراتي بتسمعه، بنتي التانية بتسمعه، ماشي، معروف وعامل نجاح هايل يعني، مش انا اللي وشفته قابلته في احتفاليه كده، شاب لطيف يعني، يعني ما هواش سوقي. لكن ما عرفتش اسمع. طيب هما في النقابه قالوا احنا كانت مشكلتنا مع المهرجانات الكلمات بس، احنا اتفقنا معاهم وهم مضوا ان هم هيلتزموا بالقواعد في الكلمات. فهل لو التزموا بالقواعد في الكلمات برضه مش هسمع؟ برضه ليه؟ مش يا ستي، مش عاجبني المزيكا بتاعتها. انت طيب، انا عايز افهم انت ليه مش عاجبني. ممكن واحد يشوفني في التلفزيون يقلب القناه يقول لك انا ما بحبش الراجل ده، انا كمان ما بحبش النوع ده عادي. تامر نورتني وشرفتني، مبسوطه جدا كنت معاك النهارده، وانا فرحانه جدا بالمشروع بتاع سينما الشعب ده، من اكتر الحاجات اللي بسطتني. شكلك عايزه تذكرتين. عايزه تذكرتين؟ لا انا هاجي ادفع بقى، حرام، انا مش هينفع اخدهم كده. تشرفونا وده شرف لينا، وانا اللي مبسوط ان انا كنت معاكي، ومبسوط ان انا بحب صدى البلد، ومبسوط اكتر بقى يعني اشيد بالكرو اللي معاكي. الاستاذ خالد عامل يعني، فجاه لقيت لومه طلعت، والمكان ده مش مكانهم، دول عندنا في المكان ده ومطلعين الكواليتي ده، فكل الشكر ليهم يعني. انت لا طبعا. استاذ خالد منسي المخرج بتاعنا هو عرف ان هو جاي لحضرتك وجاي طبعا قصر السينما، فقال لك لا بقى ان انا اجيب بقى قصر طبعا. لا عاملين شغل الحقيقه 10 على 10، ربنا يبارك لكم. ده يعني عندنا.